قصة إغليص ابن جنية، الفصل الرابع عشر، الجزء 172. وصلم السفاح والكابوس والناري والمرعب أبو غزال أو محاربين السفاح لجبل، أو فاتوا على المغارة، فأت الكابوس على القصر، أو طالع ربع جابهم معه من السجن، أو شاي الكبرى. قال السفاح: هذولا من أي أراضي يا الكابوس؟ قال الكابوس: من أرض الفضة، ومن أرض الجواهر، ومن أرض الذهب، ومن الجزر البحرية. أو هذا الجنية اسمها كبرى، بنت الجنوبية من الربع الخالي. قال السفاح: يا الكابوس، ربعك هذولا كانوا معاك بالسجن، راح يروحون معانا، لكن هذه الجنية يمكن ما نقدر ناخذها، جدنا الملك الأسود ما راح يرضى أنها تفوت. قال الكابوس: معناته يا جدي يا السفاح، لا أني ولا واحد من هذول المعاي ما روح معاكم إذا ما تروح معانا كبرى. قال السفاح: لا تفهمني غلط يا الكابوس، أخويا الملك العرنوس أنه يدخل معانا على جبال الظلام جني اسمه الهفوف، لأنه من جنون الصحراء ما رضى الملك الأسود يدخلوا معنا. وهذا جنية جاعة تقول بنت جنوبية أخوت الصيادين، كنا معاهم معركة وماتوا، شلون تريدنا ناخذها ونحطها بيناتنا؟ قال الكابوس: هذه أختهم منهم، وهي بنت غير ملك، وإن سجنت لأنها كانت بدها تذبحهم. إذا أنت خايف من الأمر هذا، أني أكفلها يا جدي يا السفاح، وبعدين هذه جسدها ما بي قوة، ما شوفني شايلها، أو هذا الطوق الملفوف على رقبتها، إذا حدا يحاول يشيله راح تموت. قال المرعب أبو غزال: يا السفاح، هذولا كلهم زاد ما نعرف عنهم شي، مدام هذا جنية مثل ما قال الكابوس، أختهم بس انسجنت لأنها كانت تريد ذبحهم، أو حشانا وضعها، خلينا ناخذها معانا ونروح، ما لازم نتأخر. أو طاروا من الجبل باتجاه جبال الظلام يسابقون الريح. الملك العرنوس وصل على جبل الضباب، أو لقى فوق جبل قاعدين العزيز لوزة وازرق العيون، وبالربابة وام الناي، أو طارش وجمجوم، أو شموع والذيبة. أو قال: يا العزيز، وصلكم الخبر. قال له العزيز: أي خبر يا الملك العرنوس؟ قال: صندوق البي الساحر المخرز اختفى وضيعوه، وصندوق كان عند أبو الشلال اختفى وضيعوه، أو ما تعرف الساحر المخرز إيمة يظهر. قام حيله العزيز وقال: على وا يجي باتجاهنا ما دامنا مجموعين هذه الجمعة الطيبة؟ أنت جيت مشان تخبرنا يا الملك العرنوس؟ قال له الملك العرنوس: لا، أني جيت بيلي أمانة بهذا الجبل، وريد أخذها، أخاف الاسم المخرز يوصل لهذا الجبل ويأخذها. قال له العزيز: قصدك الصندوق البيو التيجان؟ قال له الملك العرنوس: أيوة الصندوق. انزلوا الملك العرنوس والعزيز، أو طالعوا الصندوق، أو فتحوا الملك العرنوس، أو طالعوا التيجان الاثنين، أو قاموا يدحجون عليهن. قال الملك العرنوس: شغلة وحدة محيرتني يا العزيز، هذا يسمونه تاج أبو سبع جواهر، وهذا تاج أبو ست جواهر، تاج هذا بي عليه أربع جواهر كبار، وتاج هذا بي عليه ثلاث جواهر كبار. قال العزيز: دحجزين يا الملك العرنوس داخل التاج بالمكان اللي يركب فوق الرأس. قام يدحج الملك العرنوس، بين عليه باتيجان الاثنين، كل تاج بيه ثلاث جواهر أصغار مثل حبات العدس. قال الملك العرنوس: ما انتبهت عليهن أولي. قال العزيز: التاج الثالث زاد ظهر، تاج الجواهر الخمسة. قال الملك العرنوس: التاج عندك يا العزيز؟ قالوا: لا، عند حكيم بأرض الذهب، والتاج بأمان. كنا انت حاشا قبل شوي أني وبالربابة ولوزة بهذا الأمر. قال الملك العرنوس: الضبابية وامي كانن متفقات ومتعاهدات يلمنا تيجان السبعة. قال له العزيز: أمك ماتت يا الملك العرنوس، واختي الضبابية ماتت، واني أمر هذا المدينة ما يهمني، إذا يهمك هذا الأمر أقدر أجيب لك هذاك التاج أبو جواهر الخمسة، لأني واثق أنك راح تحافظ عليهن. إذا جمعنا ثلاث تيجان مع بعضهن راح يظهر التاج الرابع، بس بأي أرض ما حدا يعرف. قال الملك العرنوس: ما يبين بمراية الضبابية. قال له الحكيم العزيز: لا يا الملك العرنوس، ما راح يبين، ما دامك جيت وخذيت الأمانة احنا بدنا نروح على جبال الحورية، لأنه إذا المخرز ظهر أول مكان راح يفكر يهاجمه يهاجم جبال الحورية. عطى تيجان بالصندوق
أو سكر الملك العرنوس، أو قال يا العزيز أني رايح على جبال الظلام، إذا صار عليكم شيء أو حسيتم بالخطر ابعثونا خبر. طار الملك العرنوسي سابق الريح، أو طارم العزيز والمعاه باتجاه جبال الحورية. ظهرت الغيمة البيضة الكبيرة فوق البحر الهايج، وقبالها ضباب كثيف أبيض من حد ميت البحر للتلاطم ومواجه. واصل الضباب للغيم، والغيمة فوق جبل، الجبل المربع، أو نزل الشبل الأحمر فوق جبل المربع وقام يتحرف، وانه ظاهر قدامه واحد من المحاربين الأربعة، محاربين المهاجرين. أو قال أهلين بيك يا الشبل الأحمر، الحورية هي اللي بعثتك؟ قال له إيه، وبعث معي رسالة للملك غليص. ضرب يده المحارب على قمة الجبل المربع وانفتح بيه سرداب، وانزلوا هو والشبل الأحمر، أو تسكر السرداب وراهم. فمن ما صاروا بقاعة كبيرة قاموا يمشون بيها، بيها باب مفتوح يشع منه النور، أو عدوا من الباب وانهم ظاهرين فوق الرمل الأبيض، وراهم الجبال المخفية، أو قدامهم حاجز الضباب الثاني، وبدائرة كبيرة بين الضباب أقبال جزيرة كبيرة لبيها القصور. أو طاروا باتجاه الجزيرة، وصلوا للقصر الكبير وفاتوا عليه. المحارب يمشي وراء الشبل الأحمر أبقاعة القصر الكبيرة، قاعدين ملوك الزمان صافين على حد بعضهم، أو قاعدين الحكامة 49 أو صافين على حد بعضهم، والعزيزة ونسر وزينة قاعدين على حد بعضهم. أو طقق عيون الشبل الأحمر وانهم فرسان المدار 20 قاعدين قبالهم على حد بعضهم، وقال بقلبه هذول اشجابهم ليهين، أمن شوي كنا عدهم أني والحورية والبتار. قال المحارب اقعد يا شبل الأحمر، الحز يجى الملك غليص. غليص هو والخيزران والقاطعة قاعدين بغرفة من غرف القصر، أو قاعد يحشي لها الساحر الخيزران وصيت المهاجرين الأربعة، والدموع سايلة على عيون القاطعة، وقالت الحز عرفت منو اللي ذبحوا أبوي أو ذبحوا أمي، مدام وصيت المهاجرين إني أظل مع الملك غليص، وانت خوا أني وياه، أو هو اللي راح يساعدني بأخذ ثاري منهم، أني موافقة يا الخيزران. قام حيل غليص وقال أهلين بيك يا القاطعة، أخت عزيزة وغالية. وطلعوا من الغرفة وجوا على القاعة الكبيرة، ووقف غليص قبال فرسان المدار وقال يا هلا بيهم. قرب عليه المحارب وقال له برسالة من الحورية بعثتها مع الشبل الأحمر. ووقف الشبل الأحمر قبال الملك غليص وقال له الصندوق البي والساحر المخرز انباق من قصر الحورية، والصندوق كان عنده بالشلال، البيو الإجرار والشغلات اللي تخص الساحر سنسون انباق من الجبل كان ساكن بيه أبو الشلال. أو كان بي رسالة ثانية تخص فرسان المدار، مدام هم موجودين هم اللي راح يقولوا لك إياها. رجع غليص وقعد على الكرسي وقال شايفين يا أصحابي يا ملوك الزمان، يا ريتنا طايعين جد الملك العرنوس ومخلينه يذبح هذاك الساحر، الحز راح يسوي لنا مشاكل بالأرض الغربية. قال الملك شلفه ما كنا نتوقع ان الحورية ينباق منها الصندوق. قال الشبل الاحمر بمعاه عفريت خطير، او هم شاكين بالعفريت انه هو الخذ الصناديق. قال الخيزران ما بي غيره هذاك العفريت، فات على برج الحكيم المعتم، اشلون ما يقدر يفوت على قصر الحورية او على جبل الساكن بي ابو الشلال. قال الملك شلفه اذا تسمح لنا يا الملك غليص، أني والضبابي لازم نروح على الأرض الغربية، الساحر المخرز أي دورنا نحن الاثنين، إذا ما رحنا راح يقضي على كثير من الساكنين بهذيك الأرض أو راح يوصل لهذا المكان. قام غليص حيل وقال أني ما عندي مانع يا الملك شلفة، وإذا تريدون روحوا كلياتكم أنتم ملوك الزمان والحكام المعاكم، وانهوا أمر هذا الساحر، أني وفرسان المدار والقاطعة والساحر الخيزران لازم نروح على المكان اللي اتفقنا عليه. قاموا كل ملوك الزمان وقالوا يا شلفة ويا الضبابي خلونا نروح معاكم. طاروا ملوك الزمان والحكام معاهم، وطلعوا من الجزيرة الكبيرة معاهم الشبل الأحمر، وقفوا على الرمل الأبيض، أو فاتوا من باب السرداب اللي شع منه النور.
ظهروا فوق الجبل المربع أو طاروا وانزلوا على الغيمة واختفت الغيمة أو ظهرت بالأرض الغربية فوق جبل الحورية انزلوا فوق جبل أو فاتوا على قصر الحورية لقوا الكل قاعدين والحزن على وجوههم البتار البربري البتار الزغير وهبوب والمحاربين العشرة والعزيز ولوزة وازرق العيون أو جمجوم وطارش أو شموع والذيبة أو قال الشبل الأحمر عليش قاعدين وين الحورية قام البتار حيل وقال تونا وصلنا وانجمعنا بهذا المكان واسمعنا الخبر حفيدي الترابي مات يا صاحبي يا الشبل الأحمر ذبح الساحر الغدار الاسم المخرز أو ما نعرف بأي مكان الحز هو المشكلة أن الحورية وبالشلال شافوا المكان بالحجر الأزرق وراحوا عليه أو ما قالوا للبتار بأي مكان هو قام البتار الصغير حيله وقال تذكرت الحورية لما قالت العفريت المعاه نزل على البير قامت هبوب حيلها وقالت ليش ما قلت لنا من أول مرة يا البتار معناته الساحر المخرز عند البير البصحراء طارت هبوب وظهر قدامها البتار ووقفها وقال انتي راح تظلين هين لازم ننقسم قسمين اني والشبل الاحمر والبربري نروح على البير البصحراء وانتي يا هبوب تظلين هنا مع الحكيم العزيز وجماعته قال الملك شلفا احنا زاد راح نروح معاكم الساحر المخرز اي دور لي اني والضبابي وقف العزيز قبال الضبابي وقال له يا جدي احذروا منه هذا الغدار مديد الضبابي على العزيز وقال لا تخاف يا عين جدك يا حفيدي شغلة واحدة بس زعلت عليها حفيثة ضبابية ما شفتها بعيوني هذا هو الأمر الخلاني أحزن وما دام الساحر المخرز شلوا سبب موتها راح يدفع الثمن غالي وانطلقوا البتار والشبل الأحمر والبربري وملوك الزمان والحكام 49 بسرعة رهيبة يسابقون الريح باتجاه البير البصحراء راحوا عليه الحورية وبالشلال وصل الحكيم طير الحر للجبال البيها جيش المدار أو فتحوا للبوابة أو فات وقف فوق الصخرة البيضة بنص المرج أو قام يتحرف ما حدا يبين عليه ظهر قباله واحد من المحاربين وقال أهلين بجدنا الحكيم قال له الطير الحر وين راحهم ماني شايف حدا منهم قال له المحارب بعد ما رحت أنت والحورية واختفت هذيك الغيمة ظهرت غيمة ثانية نزلت منها جنية عشت مع الفرسان 20 فوق هذا الصخرة أو بعدها طارم كلهم ونزلوا على الغيمة واختفت ما قالونا غير كلمة واحدة سكروا البوابة أو لا تفتحونها لحدا ألا للحكيم طير الحر والحورية إذا جم قال الحكيم طير الحر الحكام 8 وينهم قالوا المحارب حطوهم بالبيرة جوا هذه الصخرة قال طير الحر روح على المكان اللي بيه الطبل أو خلي يضرب عليه وخلي كل الموجودين بهذا المكان يجتمعون وقام يدق الطبل واجتمعوا حواليه أو قال لهم الكل يكون جاهز ما تعرفون ايمت راح يجينا هجوم انتشروا بالغابة وفوق الجبال أين واحد منكم يحس بشي قرب على هذا الجبال جني أو عفريت لازم ينطينا خبر الساحر المخرز واقف على حد البير وقباله عفريت كبير بظهر العفريت سلة كبيرة كل الصناديق اتشأنت بالبير محطوطات بالسلة بظهر العفريت أو بي صناديق 2 على الأرض قدام المخرز طار المخرز وقف على شتف العفريت وقال له يا أبو السلة تعرف المكان اللي بدك تروح عليه وين قال له العفريت عسر داب البحري الموجود بالبحر الشرقي بأرض الفضة قال له المخرز أيوه هذا هو مكاننا الخاص اللي ما حدا يعرفه غير أني وانتم سلم هذا الصناديق للمحارب أبو المناقير وتقول له هذا أنا بعثهن المخرز يحطهن بقاعة لحالهن ويسكر عليهن ما حدا يفتح أي صندوق منهن ولا يقرب عليهن أو طار من فوق شتف العفريت ونزل على الأرض واختفى العفريت بالسلة أو قال المخرز يا صاحبي أنا سنوس طالع للجسد الموجود بهذا الصندوق اختفى العفريت أو مثل لمح البصر ظهر النوب قباله وانه شايل الأميرة لمعة قرب عليها المخرز وقال
هذه منو؟ شلون حاطين هذا الجنية الجميلة بهذا الصندوق ومنومينها؟ يا ترى شنو قصتها؟ نزلها على الأرض يا صاحبي. أو قام يفتح الإجرار المخرز وحدة طلعت بيها المية الصفرة، سكرها وقال هذه مو هي، وفتح جرة ثانية لقى بيها مي صافية، قال يا صاحبي يا نسنوس يمكن هذه من مية النبع الصافي، أو سكرها أو فتح الجرة الثالثة أو بيها مية شم ريحة المي وقال هذه هي المية الراشين على هذا الجنية منها. ضرب جرى المخرز وقام يرش فوق الأميرة لمعة، والمية تدفق من الجرة وما تخلص، ومن ما انحفرت الأرض حواليها وصارت جورة، وقام جسدها يطوف بالمي، فتحت عيونها لمعة وإن المخرز واقف فوقها، أو قال قومي أنا اللي لقيتك بهذا الصندوق، أنتي منو ليش حاطينك بيه؟ قامت الأميرة لمعة ووقفت قباله وتحرف حواليها، شافت الترابي ميت أو شافت الصناديق الاثنين والإجرار، دحجت على المخرز وقالت أنا اسم الأميرة لمعة من أرض جواهر، ذاك الغدار اللي أنتو ذابحينه هو سوى بي هذا العمل. اختفى المخرز وظهر وراها بسرعة رهيبة، ويدو قام يتطاير منها مي حمراء. ضرب الأميرة لمعة على ظهرها بشفه وقال الختم الأحمر ختم الطاعة ختم الطاعة ختم الطاعة. صارت لمعة حول جسد الأميرة لمعة، وظهر قبالها النوبة المخرز وقال تعرفيني أني منو؟ جثت على ركبها جدام وقالت أنت اسمك المخرز وأني تابعتك المطيعة. قال لها المخرز قومي. قال العفريت نسنوس ايش يا صاحبي ختمتها بهذا الختم؟ ايش مو ختم السيطرة؟ قال له المخرز ما سمعت ايش قالت. أميرة من أرض جواهر هذه تلزمنا، راح نبعثها على أرض جواهر وراح أخليها تقضي على كل الملوك والأمراء، ما راح يظل أمير أو ملك غيرها بهذيش الأرض، أو هي راح تحكم عليها وراح تكون مطيعة لنا، أو من بعدها كل أرض جواهر راح يكونون تحت أمرنا. وتع الصندوق الثاني يا صاحبي أو طالع لي الجرة اللي بيها التراب اللي بيها روح. واختفى العفريت ناسنوس مثل لمح البصر ظهر قباله أو شايل الجرة بيده، فتح الجرة المخرز وقال الروح اللي بيها نايمة بين التراب بقلادة، رمى الجرة على الأرض وقال ظهر يا عفريت القفص، وإنه ظاهر عفريت كبير مثل جبل العالي مخيم فوقهم أو شايل بيده قفص، القفص مقسوم قسمين ولوا بابين. قال المخرز انطيني جسد من عندك. قال له العفريت تريدوا جسد بروح ألا بلا روح؟ قال له المخرز جسد بلا روح. حط العفريت القفص على الأرض وفتح واحد من الأبواب ومد صابيعه وشال منه جسد رماه قدام المخرز، سكر الباب وشال القفص بيده، دحج عليه المخرز وقال روح يا صاحبي. واختفى العفريت الكبير. هذا جسد منو؟ من كثر الأجساد اللي عندنا ما عاد أميزهم من بعضهم أو نسيت أسماءهم. قالوا نسنوس هذا جسد أمير من أرض الذهب، أتذكر لو من مرة بعثت له ما جاك وأنت قلت راح أحاسبه، لو من رحنا عليه ما رضيت تختمه، رضيت على روحه وخليت جسده سليم وقلت يلزمنا. قال المخرز تذكرتوا هذا الغدار، هذا كان واحد عنيد بس ما تطلع الروح الموجودة بهذا الجرة، عنيدة مثل صاحب هذا الجسد. حط الجرة فوق جسد الأمير أو ضربها بيده إنها متكسرة، قام يتطشر الفخار والتراب قام يتطاير وصفق يدي المخرز، القلادة البجرة صارت بين يديه، قضبها بيده وحط يده الثانية على جسد أو حط القلادة على صدره ورش عليه من نفس المية، الرش على الأميرة لمعة منها روحها كانت بجرة، روح الساحر أبو العرف سكنت بجسد الأمير. قضب المخرز من صدره ووقفه أو شال القلادة وحطها بحلقه وقال قبل ما أسألك أنت منو أو ليش حاطينك بهذا الجرة، أريد أعرف شغلة عنك، أنت بيك طبع العناد. حرك براسه وقال هذا هو الطبع الوحيد اللي ما قدرت أخلص منه، طبع العناد، من وراء هذا الطبع أقضبوا روحي وسكنوها بهذا الجرة. أنا ساحر من الجنون الزرق اسمي أبو العرف. اختفى المخرز وظهر وراه ورفع يده لي فوق وضربها على ظهره وقال ختم السيطرة ختم السيطرة ختم السيطرة. أورى الظهر جدامه وقال أنت اسمك أبو العرف وأنت تحت سيطرة الساحر المخرز، ما تنفذ غير أوامره وما تطيع حدا غيره. قال العفريت ناسنوس
هذا ليش ختمته بختمة السيطرة اللي معنا عيون المخرز وقال عبنه ساحر؟ انت ناسي اني ساحر؟ اذا جمعوا اثنين سحرة مع بعضهم ما راح يتفقون على رأي واحد، او كل واحد منهم راح يكون تفكيره ضد الثاني. اخفي هذا الاجرار يا صاحبي يلزمنا، او خلينا نطلع من هذا الصحراء، راح اروح على المكانات الساكنة بيها الجن بهذا الارض، راح اظل اصيد واذبح منهم لو من ما يظهرون ملوك الزمان الاثنين شلفة والضبابي. اذا ما ذبحتهم ما راح اتحرك من هذا الارض حتى لو قضيت على كل الساكنين بها، وان اللمع قبالوا على مسافة بعيدة. اظهر ملحورية وابو الشلال، قال العفريت نسنوس هذولا هما. الجني كان عنده الصندوق البي والاجرار، والجنية كان الصندوق اللي انت بيعدها. قال المخرز يا زين حظنا يا صاحبي، ما خلونا انت عنا عليهم، هم جونا برجليهم. قالت الحورية هذا هو الغدار. قال ابو الشلال ايه، وانطال على اميرة لمعة وبمحارب ثاني معه. قالت الحورية يا ابو الشلال هو والمحاربين المعة خلي لي اياهم، انت عليك بهذاك العفريت. قال ابو الشلال احذري يا الحورية هذا ما هو سهل. قالت الحورية يا ابو الشلال ما عيد كلامي مرة ثانية، انت عليك بالعفريت، لا شيل عيونك عنه، والثلاثة خلي لي اياهم، والثلاثة خلي لي اياهم، والثلاثة خلي لي اياهم. اقبال الجبل العالي الاقبال مدينة الملك الهندي، ظهروا واقفين وصافين على حد بعضهم بسبوسة، وابحدها البس الاسود والملك هراوي، والبشرية وردة ومسيطر على جسدها الجني الحداد. وقالت بسبوسة هذا هو جبل يا حفيدي. قال لها ايه يا جدتي، هذا هو جبل، او هذيش الصخرة هي باب السرداب. قالت بسبوسة راح نفوتاني وهراوي، او هذا البشرية والجن الساكن بجسدها الاسمه حداد. انت يلبس الاسود لازم تختفي فوق الجبل، ولازم تكون عيونك على اربع جهات. قال الملك هراوي المكان هذا خالي ومهجور، ليش انت دائما حذرة او تحسبين حساب الخطر بالثواني؟ قالت له بسبوسة يا الملك هراوي الما يحسب ما يسلم، احنا فايتين على سرداب بيو عفريت من اخطر عفاريت الارض، عيوننا راح تكون مركزة جدامنا وما راح نقدر نلتفت لورا، لازم يكون ظهرنا محمي. الزمان هذا مو مثل اينا زمان، بيو محاربين اقوياء او ما تعرف من وين يظهرون او يطلعون. طار البس الاسود ونزل فوق قمة الجبل واختفى، وقف مقبال الصخرة الكبيرة، اضربت ايدها على الصخرة بسبوسة وانها متكسرة متفتفتة صارت مثل الملح. قال هراوي بقلبه ايش هالقوة لعدها، اخ يا هراوي اليدين الموجودات بهذا جسد الاثنين تقطعا، او فاتوا يمشون بالسرداب لو من ما انقسم السرداب او صار له ثلاث ابواب. قالت بسبوسة هنا السر واللغز، لازم نعرف اي باب يوصلنا للمكان النايمة بي الهايضة. قال الجني الحداد اني جعد يبين علي كل شي موجود بس سراديب الثلاثة. قالت بسبوسة ايش جعد تشوف؟ قال لها السرداب الاول بيو ضباب كثيف، وباخر السرداب بي صندوق، والسرداب البنص ارضيته كلها مية، او سقفيت السرداب تنقط منها المي مثل حبات المطر الهادية، صوتها ناعم. وباخر السرداب بي صندوق، والسرداب الثالث بي عيون التلامع مخيفة، وباخر السرداب بي صندوق. قالت بسبوسة معناته السرداب الثالث، الحقوني لو من نقرب على العيون مثل ما وصيناك يا جني الحداد، لازم تنطلق بسرعة رهيبة او تضربوا ضربة قوية، لازم تجرحوا. والعفريت خطير اسمه البس الوحشي، وعنده مهارات كثيرة، الوبر اللي بجسده يتطاير يصير مثل الاسهام، والظافرة البدي التطاير يصير مثل الرماح. راح يوقف قباله هراوي، وراح يتفاجأ العفريت لو من يشوف جسد الملك قطقوط. انت راح تستغل الفرصة لو من يركز نظره على هراوي تهجم عليه بسرعة وتجرحه. قال هراوي ما نحشي معه ولا كلمة. قالت بسبوسة دير بالك يا هراوي، اول ما تحشي معه كلمة راح يعرف صوتك او راح يشك بينا ويهاجمنا. وما يمشون بس سرداب الغميج ما
ما يبين عليهم غير الظلام عيونهم التلامع، قوم يكبر حجم السرداب أو بين أن عيون كبار قبالهم أو سمعوا صوت العفريت صاح عليهم وقال أنتوا منو؟ صاحت بسبوسة بصوت عالي احنا جايين مع الملك قطقوط يريد يشوف بنتو الهايضة. المعن عيون البس وضرب ديه على الأرض أو مع لمعت عيونه تشكل النور بين عليه جسد الملك قطقوط الساكن بيها الراوي وطقق عيونه ويدحج عليه أجن الحداد الساكن بجسد وردة انطلق مثل السهم بسرعة رهيبة من سرعته ما يبين سحب الخنجر وضرب العفريت بيده ضربة قوية حس بقوة الصواب العفريت وضرب دي على الأرض ورجع تشكل الظلام ما عاد يبين غير عيونه الكبار التلامع. قالت بسبوسة رجعت يا الحداد يا هالصوت من وراه رجعت يا بسبوسة. قال هالراوي بقلبه العمى هذا سريع مثل لمح البصر ضرب ورجع وهو بجسد البشرية شنت ناوي أخلي يروح هو وياها بعد هالشي شفته منه ما راح أعيفه راح يظل معاي. صرخ العفريت صرخة قوية الملك قطقوط ليش سويتوا هذا العمل بياه أني حامي بنتك الهيضة وما خلي حدا يقرب عليها ليش ما جعد تسمعني صوتك. أمست بسبوسة بذنها الراوي وقالت دير بالك تحكي كلمة واحدة ما لازم يسمع صوتك لبين ما تنتشر لعنت الخنجر بيدو يا من يبعدن عنهم العيون العفريت يرجع لورا قام يحس بالألم تشرت اللعنة بيدو قاموا يسمعون صريخه يجي من آخر السرداب صوت مرعب. قالت بسبوسة الحزن روح عليه اللعنة انتشرت بيدو ولا لم سيطر عليه ومشوا باتجاه الثلاثة سحبت السيوف الاثنين من ظهرها بسبوسة أو ضربتهن على بعضهن وطلعت لمعة قوية أو ظهر النور بالسرداب الشبير بين عليهم العفريت ضاوي وما ديدو جدام المضروبة ويحرك رأسه ويعن فتح عيونه وقال الألم هذا قوي أحس حالي أريد أموت خلصوني من هذا الألم. قربت عليه بسبوسة وقالت إنا شرط واحد نعدي لعند الصندوق قلبي والهايضة ونخلي أبوها يشوفها وبعدها نرجع نداويك ونخلصك من هذا الألم. قام يصيح العفريت الألم قام يزيد عليه أو قال روحوا شوفوها بس لا تأذونها أني مخاويها ومعطيها عهد أنه أحميها. قالت له بسبوسة إشلون بدنا نأذيها وأبوها معنا. أو همست بذن وردة وقالت يا الحداد أنت خليك هين إذا شفته يريد يهجم علينا وضربوا بيده ثانية. راحوا بسبوسة وهالراوي يمشون يوم ما بين عليهم الصندوق الكبير محطوط فوق صخرة كبيرة. قالت بسبوسة هذا الصندوق النائمة بها الهايضة طارت وانزلت فوق الصخرة أو فتحت الصندوق والنور يطلع من السيوف الاثنين البديها دحجت على الهايضة وقالت هذه للحزها بأول عمرها للحزها صغيرة ومبين عليها الكبر أو بيبحد راس الهايضة جرة. شالت الجرة بسبوسة وافتحتها وارشقت من مية الجرة على وجه الجنية الهايضة طارت من فوق الصخرة أو نزلت وراها الراوي طارت لمعة كبيرة بالصندوق أو قامت حيلها الهايضة منزلة راسها وشعرها مغطي عيونها كفت الشعر بديها بين عليها نور السيوف. قامت تفرك بعيونها وقالت هذا زول أبويا أبويا الملك قطقوط معقولة هذا هو معقولة جيت علي يا يابا. طارت من فوق الصخرة ونزلت قدامهم أو جت تمشي عليهم أو وقفت وضربت إيدها على الأرض ينفتح الطاقة كبيرة فوق بسرداب قام يعكس عليهم النور وانو جايهم يفتل من الجو البس الأسود فتحت الطاقة بنفس المكان كان واقف بيه وانو مرتمي بيناتهم. قالت بسبوسة إيش جابك يلبس الأسود إشلون جيت؟ قام حيلو والهايضة تدحج عليه وتدحج على جسد الساكن بها الراوي جسد أبوها ودحج على بسبوسة خاتلة ورا الملك هالراوي. قالت الهايضة الأمر هذا بي سر أنتي ليش واقفة ورا أبوي وأبويا ليش ما جعد يحشي ودينو ليش مقطعات أنتم جايبين أبويا لهذا المكان غصبا عنه. قال البس الأسود لا
هو جابنا معاه، اختفى وظهر وراهم. جاه الراوي يمشي باتجاه الهيضة أو قال بقلبه يا راح تقطع راسي يا راح تمشي معانا. وقف قبالها أو مدت يدها على جسده وقالت الجسد هذا جسد أبويا، بس بي أرواح كثيرة، روح أبويا ما هي بيناتهن. قال هالراوي أني من أحفاد الملك قطقوط واسمي هالراوي، وأنتي تعتبرين من أجدادي الهيضة. بعد ما ماتت كل سلالتنا ما ظل منهم إلا عدد قليل، انضربتم معركة أو روحي نأسرت بهذيش المعركة بوادي، وظل واحد من أجدادي كان معاه مجموعة قوية أو ظل هو آخر واحد من العايشين. اجموا عليه الغدارين وذبحوه وفكروا أنه سلالتنا انقرضت، ما ظل منها حدا. لو من ما بيوم من الأيام طلع عمل أرواح البلوادي أشنت أسير بيه وقدرت أخلص حالي، رجعت على مدينة البرج لقيتها مهدمة، ما بيها حجر واقف على حجر حتى برجها العالي. ظهر جدامي حكيم اسمه أبو الشفة الخفية، وصلني لصناديق بيهن أجساد أو خلى روحي تسكن بهذا جسد الملك قطقوط واحد من أجدادي وأني من سلالته. قالت الهيضة أنت شجعة تحشي، ما ظل ولا حدا من سلالتنا. قال لها هالراوي لا ألا روحي ساكنة بهذا جسد وانتي يا الهيضة. قامت تسمع صوت العفريت يصرخ، قالت الهيضة ايش سويتوا بالعفريت الوحشي؟ قال هالراوي ضربناه بخنجر، الخنجر بيه ولعناه، ما كان عندنا فرصة ثانية مشان نقعدك. إذا خليتينا عايشين يا الهيضة راح نرجع ونداوي ونشيل اللعنة عنه، وإذا قضيتي علينا علاجه بنفس الخنجر، والخنجر موجود عند بشرية قبال العفريت ساكن بجسدها جني من العصور القديمة من العصر الثالث، الجني من مدينة اسمها مدينة الملك أبو راسين. قامت ترجف الهيضة ورجعت لي ورا وقالت انت شجعت احشي من مدينة الملك أبو راسين وجاي معاكم، أكيد هذا جاي تا يذبحني، أكيد هذا جاي تا يذبحني، أكيد هذا جاي تا يذبحني. بالصحراء على حد البير المات عنده الترابي، جت الحورية تمشي باتجاه الساحر المخرز أو واقفين وراه العفريت ناسنوس أو لمعة وبالعرف. قال المخرز هذه جاية لحالها أو عينها على أكثر من واحد منا، وهذاك الجن يظل واقف عينه على واحد معين، عينه عليك يا صاحبي يا نسنوس. قال العفريت تعرف يا المخرز هذا الجني يقرأ الأفكار والحسمة على الكلام اللي قلت لي إياه. المعن عيون المخرز وقال زين إنك قلت لي هذا الشغلة، هذا راح يكون صيدة ثمينة. سحب الرمح المخرز ورسم رسمة على الأرض وقال لحج على الرسمة ولا تفكر بيها، أو شال الإجرار واختفى. قال أبو الشلاء اللي بقلبه هذا غدار، شلون عرف أنه أني بدي أصيد العفريت؟ وأن الترابي تطاير من جدام أبو الشلال، طار من مكانه يبرم برم أو صارت ضربة قوية بالأرض، والتراب والغبرة جايات باتجاهه، صفق يدي أبو الشلال أو تفجرت المية من الأرض، سوارة كبيرة تبرم برم فوق أبو الشلال، عيونه التلامع والرمح يلمع بيده. أو قال تعالي العفريت قدرت تفوت على المغارة أو خذيت الصندوق، أو فتت على قصر الحورية أو خذيت الصندوق، الحزاني بدي أخذ روحك وأخليك تدفع ثمن الشيء سويته. وأنا أبو الشلال الحورية احترفت وراها وشافت اش صار أو سحبت السيف من ظهرها، وساحر المخرز طار وقعد على حرف البير أو جم الأميرة لمعة وأبو العرف يمشون باتجاه الحورية. أبو الشلال واقف فوق سوارة المية كبيرة ويتحرف أو يبرم الرمح بيدو، أو حسب لمعة صار جواه بينت عليه الإيد وجره، اختفى أبو الشلال انطشت المية الصفراء بالمكان كان واقف بيه. ظهر أبو الشلال بغير مكان واقف على الأرض، شك الرمح بالأرض أو قعد وضرب الديل اثنين على الأرض، قامت تهتز أو ظهرت الأعمدة الأربعة كل عمود واقف فوقه عفريت. قلب حاله المخرز ونزل على البير، صفق يدي أبو الشلال وتشكل جدار من الأربع جهات، الحورية أو لمعة وبالعرف
جمدة من مكانهم الثلاثة. قام يتحرف أبو الشلال وقال: وينو الغدار؟ الساحر المخرز. ظهر الساحر المخرز بعيد عنهم المسافة، وظهر العفريت ناسنوس بحده، وقال: يا صاحبي الجني هذا خطير ومهارته قوية، ما قدرت أرشقه بالمية الصفرة. قال الساحر المخرز: هل ما تقدر تقضبه بيدك؟ يا صاحبي ما يفيدك، اقضي عليه. سحب الرماح الاثنين المخرز وبرمهن بديه، أو ضربهن باتجاه الجدار العالي. أبو الشلال اختفى أو قضب إيد الحورية واختفم. رماح المخرز اخترقن الجدار وليهن صفير. ظهر أبو الشلال والحورية فوق سوارة المية العالية، وقام يسمع صفير الرماح أو حسن هن قربن عليهم. قبل ما يصل انهم الرماح ضرب يدو على سوارة المية العالية، انزلت بسرعة رهيبة تحت الأرض. صارت سوارة تبرم ميتها بالأرض وتبلع الرمل، أو هو والحورية بأسفل السوارة بأرضها. رجعنا الرماح يفتلن باتجاهها المخرز، قضبهن بديل اثنين أو غزهن بالأرض ورفع يديه وقال: يا صاحبي يا نسنوس، بقوة كبيرة جاية باتجاهنا، أو عددهم كثير، لازم نطلب كم واحد من جماعتنا العفاريت يتلقونهم ويتسلون معهم. ومن ما أقضي على هذا الجني. أو صاح المخرز: أظهر يا عفريت الضباب، واظهر يا العفريت تمساح، واظهر يا عفريت الجمر، واظهر يا عفريت الريح، واظهر يا العفريت المستنقع. أو قامت تهتز الأرض، أو ظهرنا الزوابع جدامو، رمال الصحراء قامت التنثر، وعيون العفاريت قامت التلامع. حرك يدو المخرز وقال: اسمعوني يا أصحابي العفاريت، بمجموعة كبيرة من محاربين الجن جايين من هذا الاتجاه، لا تخلون ولا واحد منهم يوصل لهذا المكان. واسحبت العفاريت من جدامو ليها وحيف، الرمال تطير وراهم. قال العفريت ناسنوس: المكان الحوالي هذا جدار الخشب بيو رصد، الاثنين كانوا معانا ثابتين ما يتحركون، والجني والجنية نزلوا تحت الأرض. سوارة المية العالية كانت بالجو، انعكست وصارت تحت الأرض. قال المخرز: يا صاحبي ما شوف العفاريت الأربعة الواقفة على هذا العمد الكبيرة، هذا العفاريت هي سر الرصد، بعد ما اختمهن راح ينقلب الرصد عليهم. سحب الرماح من الارض وشكن بظهره، واختفى المخرز. ابو الشلال تحت الارض ومن سمع المخرز قال: بدي اختم العفاريت. ضرب يدو على راسه وقال: هذا ما كانت على البال. اختفى وظهر بالجو يبرم برم، او فتح ايديه الاثنين تا يصفقهن على بعضهن، او حسب الالم بظهره. الضربه قويه يوم اندحج على صدره، وان الرمح مخترق صدره. رمح المخرز او قال: ابو الشلال الغدار وقعني بالفخ، قال بدي اختم العفاريت، او كان هدفه اطلع من تحت الارض او يضربني بالرمح. صفق يدي ابو الشلال واختفت العفاريت الاربعة والاعمدة، وجدار كان مشكل من الاربع جهات، قامت قوته تنهار، نزل من الجو يبرم برم باتجاه الأرض. قبل ما يصل الأرض قضبت الحورية، سحبت الرمح من ظهره، فلت الرمح من يدها واختفى ورجع على يد المخرز. قالت الحورية: يا أبو الشلال أنا إيش قلت لك؟ قلت لك عليك بالعفريت، ما سمعت كلامي، خليت هذا الغدار يطعنك. قال أبو الشلال: يا الحورية ما راح نقدر عليه، بعدد كبير من جماعتنا جاي باتجاهنا، بعث لهم عفاريت. الحورية دحج على الأرض وبين فوقها الخيال، لو من رفعت راسها وانها الأميرة لمعة، أو بديها السيوف الاثنين نزل عليها من الجو مثل السهم. اختفت الحورية وظهرت قبالها وبيدها السيف يبرم برم بيدها مثل المروحة، تلاقى السيوف لمعة مع سيف الحورية، والضربة قوية، تكسر نسيوف الأميرة لمعة ورجعت لورا تفتل بالجو. واختفت الحورية وظهرت وراها تبرم السيف بيدها تريد تضربها، دحجت والنبى العرف واقف فوق أبو الشلال يريد يضربه بالسيف. اختفت الحورية قبل ما يصل السيف، رقبت أبو الشلال صدت السيف الحورية، طار السيف من ايد أبو العرف ورجع لورا مسافة.
احتكت سيف بالأرض الحورية واصفقت ديها أو تشكلت حوالب الشلال أحجرة سوداء كبيرة مثل الصندوق أو هو بقلبها مدت إيدها على السيف أو حست بالضربة بظهرها رمح الساحر المخرز الغدار رمح نابة التنين ربها بظهرها طلع من صدرها سحبت الرمح الحورية أو حست بالألم واختفى الرمح من إيدها أو طارت لي فوق أو قامت التحرف قالت وينك يا الغدار بس شوفني حالك ما تضرب إلا ضربات غدر وارمحك بالظهر دحجت على الأرض وإن الحجرة السوداء مختفية سحبها العفريت ناسنوس تحت الأرض الحورية حاطة إيد على جرحها بليد الثانية السيف وانزلت باتجاه الأرض مثل السهم أضربت سيفها على الأرض ضربة قوية قامت تطاير الرمال من قوة الضربة انفتح سلع بالصحراء طويل على حد الشوف أو عرضه مسافة طويلة بينت عليها الصخرة السوداء بأرضية السلع والعفريت نسنوس يزحف زحف ضربت الحورية شقت ظهره وكسرته واختفت من مكانها الحورية والعفريت يريد يقوم ما يقدر وضربته بالسيف قطعت ايد وقطعت اليد الثانية وقطعت رجليه وقالت ما راح اذبحك انت على ظهرك ختم يجوز اذا تموت ينتقل الختم الظهري راح اخليك مقطعات ايديك ورجليك وظهرك مكسور بعد ما اذبح الساحر الغدار راح اجي واكمل عليك قامت الحورية تحس بالألم أي زود مكان الجرح أو قوتها قامت تخف أو قالت بقلبها إيش هالضربة هذه شليتيها يا الحورية الرمح بي ولعنة شلون ما حسيت بي أو نفس الرمح صاب بي أبو الشلال رفعت راسها لي فوق على أحد الشوف فوق جرف السلع العالي واقفين الثلاثة المخرز ولمعة وأبو العرف قال الساحر المخرز أي غدار اش سويتي بصاحبي العفريت نسنوس الما خاويت غيره قطعتي ايديه ورجليه او كسرتي ظهره راح اسوي بيش اضرب من الشي اسويتي بي وانا المخرز ضربت ايدها على صدرها الحورية او تغطى صدرها بدرع من الحجر الاسود او ظهرها بدرع من الحجر الاسود او قالت انت يا الدرع الاسود ثجيل او لو مني استخدمك ما اقدر اختفي او لو من اكون بقوتي الكاملة تخف سرعتي والحزاني مطعونة بضربة بيها لعنة قبل ما تنتشر بجسدي لازم اقرب عليه ولازم اقضي عليه بضربة واحدة ما عندي اي خيار ثاني نزل المخرز قبالها وقال لبستي درع راح ادفنش بهذا الدرع ونهم ظاهرين الاميرة لمعة وبالعرف وراها أو قالت الحورية هذا الأريد الثلاثة بضربة واحدة راح نموت الأربعة أبو الشلال أكيد راح يلقونه وأكيد راح يساعدونه وراح يظل عايش وبرمت السيف بيدها الحورية قبل ما يصل الأرض ضربت السيوف لمعة المكسرات البديهة على بعضهن وطلعت لمعة قوية تحولت الأرض جواهم الجوهرة كبيرة صندوق كلهم بقلبه سيف الحورية ضرب الجوهرة تشققت الجوهرة وتكسرت امتصت ضربة الحورية القوية رفعت ايدها تضرب الضربة الثانية وان الغدار المخرز ضاربها بالرمح قطعت ايد الحورية وطأر السيف زتت حالها بسرعة الحورية وقضبت ايدها المقطوعة او شالت السيف باليد الثانية قبل ما سيفها يصل الأرض ضربها الغدار بالعرف بس سيفه قطع ايدها الثانية المعن عيون الحورية او حركت راسها او صاحت صوت قوي مثل الرعد قام يرعد بالسلعة الكبير طول شعر الحورية وصار ثلاث جدايل بسرعة رهيبة جدايل لفت عليهم الثلاثة تشتفوا وارتموا على الأرض قامت الحورية والدحج على ديها المقطعات او جات تمشي باتجاه الاحجار السوداء وقالت ما بي غير ابو الشلال اطالعه مشان يذبحهم لو من صارت بحد الاحجارة تريد تقوس الاحجارة برجلها العفريت فتح ثمو عض رجل الحورية او رص عليها وحرك راسه مالت الحورية وارتمت على الارض او صارت الاحجارة عنها بعيدة
برجلها الثانية ضربت رأس العفريت، دشر رجلها، قامت حيلها وإن المخرز قاعد فوق الأحجار السوداء أو ملفوف حوالي شعر الحورية، عيونه تلامعن وقال: هذا كل شي عندك؟ قالت الحورية بقلبها: أي يا غدار، شلون قدرت تتحرك أو شتفتك بشعري؟ قام حيل المخرز وحرك ديه أو تقطع الشعر الملفوف حواليه. أبو الشلال، الأحجار السوداء مثل الصندوق، قاعد يسمع كل شي يصير حواليه ويصيح: طالعيني يا الحورية، ليش سجنتيني بهذا الصخرة؟ قامت تنهار قوت الحورية والألم زاد أو جثت على ركبها، ما عاد تقدر تقف على رجلها من عضة العفريت الغدار، أو قامت تنزل الدموع من خدها، قامت تتذكر صورة ابنها مدار. قالت بقلبها: جايتك يا نظر عيني، أمك اشتاقت لك. وقف فوقها الساحر المخرز وقال: أني أشهد أنك قوية، ما مرت علي مثل الجنية بهذا القوة، إيش قد صار لك صامدة بعد ما انضربتي برمح ناب التنين وضربتي هذا الضربة القوية، فتحتي سلع بالأرض أو قدرت تصيبين العفريت ناس نوسل ما حدا يصيبه ولا حدا يقدر يشوفه، وقدرت تشتفينا نحن الثلاثة يا لون ماني ماشل من النبتة العجيبة، شان قضيتي علينا؟ تحجت عليه الحورية والدموع سايلة على خدها وقالت: لا ظل تحشي يا غدار، ما أريد أسمع صوتك، بس بي شغلة حطها ببالك ولا تنساها، الصوت هذا راح يختفي وراح يجيك اللي يأخذ بثاري ويسوي بيك شي ما كنت تتوقع ويصير معاك بكل حياتك. قعد قبالها المخرز وقال: من اللي بده يأخذ بثارك؟ قولي لي اسمه. قالت الحورية: مو بس واحد، راح أقول لك أسماءهم واحفظهن زين، واحد اسمه شامان، واحد اسمه شامان، واحد اسمه شامان، أو واحد اسمه غليص، أو واحد اسمه غليص، أو واحدة اسمها العزيزة، أو واحدة اسمها العزيزة، أو واحدة اسمها العزيزة. قال المخرز: راح أدور عليهم الثلاثة وراح أقولهم هذا الكلام اللي قلتيه قبل ما تموتين. أبو الشلال، بالصخرة السوداء الدموع قامت تسيل على خده ويريد يتحرك ما يقدر، برم الرمح بيده المخرز أو ضربوا على رأس الحورية، إن الغدار شاق رأسها نصين، تكسر الدرع على صدرها وظهرها، برم الرمح بيده النوب أو ضربها باتجاهها القلب، شاق قلبها نصين. بعد ما انشق قلب الحورية اختفت الصخرة الحول أبو الشلال، صاح صوت عالي: انت اش سويت يا غدار؟ يريد يقوم ابو الشلال ما يقدر، اللعنة انتشرت بجسده، لعنة رمح ناب التنين، يريد يحرك يديه ما يقدر. وقف فوق المخرز وقال: اني غدار الا انت؟ قالوا لي تسمع المسافات طويلة او تقرأ الافكار، كنت اريد اختمك واخليك تصير تحت خدمتي، لكن بعد الشي صار بصاحب العفريت نسنوس ما راح اخلي حدا منكم يظل عايش حتى ختمي خسارة بكم. برم الرمح بيدو ضربوا باتجاهها القلب، ننابت بصدر ابو الشلال شاق قلبه نصين. شامان قاعد فوق جبل ام الفناجيل او شهق، وقام حيله وقال: اخويا اخويا اخويا. قام يتراجف نديه قضب الغضنفر أو قضبته شمامة. قال الغضنفر: إيش بيك يا عمي؟ إيش جاعد تقول؟ أبويا صابوا شي. دحج على الغضنفر وقال: حسيت بطيف ومر من قدامي، سلم علي وهو مبتسم: أخويا أبو الشلال. قال الشمامة: جاعد يتراوالك، اصحى على حالك يا شامان، أخوك الحكيم أبو الشلال ما ينخاف عليه. جثى على ركبه شامان وقال: ما هو وهم ولا هو سراب، طيف أخويا أبو الشلال شفته، أخويا أبو الشلال مات، أخويا أبو الشلال مات. أو صاح شامان صوت فوق جبل، والموجودين بالغابة المحاربين البيض والمحاربين المخاوين صاروا مثل الإسهام أو صاروا مثل الغيمة فوق جبل. أو قام شامان كل ما يضرب يدو على قمة جبل العالي يهتز، أو قضب الغضنفر ويهز بيه ويقول: اصحى يا عمي، انت اش صار عليك؟ قام حيلو شامان والمعنى عيونه وقال: ما راح يتهنى ولا راح يعيش بأمان، اللي ذبح أخويا
وأني شامان وأني شامان وأني شامان. المخرز الغدار قاعد فوق العفريت صاحبه يبكي، أو قال العفريت يا صاحبي شيل الختم عني أو خليني أموت على إيدك ما عاد أتحمل الألم. قال له المخرز لا يا صاحبي لا، راح أخذك معاي راح أوديك المكان التعالج بيه. قال له العفريت نسنوس ما عاد ينفعنا العلاج يا صاحبي، ما تعرف أنه سلالتنا إذا انضربوا وهيج ضربات خطيرة ما يتعالجون. آخر طلب أطلبه منك يا صاحبي ريحني من الألم قاعد أتعذب. قام المخرز وقلب العفريت رفع ايده لفوق وضربها على ظهره واختفى الختم أو برم الرمح بيده وضربه بظهره باتجاه القلب نشاك قلبه نصين، حط الرمح بظهره ودحج على لمعه وعلى بالعرف وقال كان بقلبي بزرة من الشر أو نقطة صغيرة الحصار قلبي أسود من لون جير، وراح يشوفون بهالأرض شي يصير ما راح أخلي منهم حدا عايش ومتهني. أني كنت أريد الملوك الاثنين شلفة والضبابي أخذ ثاري منهم وارجع وعيش بأمن وسلام. أني والعفاريت الختمتها والمحاربين الختمتهم وشكل مملكة لحنا ما حدا يتجرأ ولا حدا يقدر يقرب علينا، اللي يأذينا نأذيه واللي يحاربنا نحاربه. الحز بعد ما خسر الصاحب الغالي اللي ما خاويت غيره ومات بسبب هذول الغدارين خلوني أذبحه بيدي راح يكون دفع الثمن غالي. أو طار المخرز وطار وراه لمعة وبالعرف أبعده مسافة بعيدة ملوك الزمان والبتار والشبل الأحمر والبربري والحكام 49 علقانا بينهم وبين العفاريت البعثة. المخرز الغدار من الضباب الكثيف ما يشوفون ومن الريح القوية ما يقدر يتحركون أو على أرض ما يقدر ينزلون. جواهم مستنقع واحدهم يصد عنا الثاني، الجمر يجيهم مثل الأحجار الكبيرة والملك الحجري هو والعفريت تمساح. ضرب العفريت كل ضربة قوية ما تأثر به، وين ما يهجم العفريت أي تلقام شان يحمي ربعه. ومن ما أبعد المخرز مسافة بعيدة وقف رفع عيده وقال يا عفاريتي اختفوا وانهوا المعركة. اختفنا العفاريت أو قام ملوك الزمان والحكام والبتار والمعاي يتحرفون على بعضهم وقالوا عجيب اختفهم طاروا والنوب قاموا يسابقون الريح. ومن ما صاروا فوق البير أو شافوا الترابي وانزلم حواليه البربري طار بسرعة رهيبة صار فوق السلع على حد الشوف بينوا عليه الحورية وابو الشلال أو صاح صوت قوي تعالوا أو كلهم طاروا باتجاهه. انزلوا بأرض السلع لؤمن شافه والحورية وابو الشلال الكل جثاء على ركبه وقاموا يبكون. والبتار قام يضرب ايده على رأسه ويقول ما قدرنا نلحقك يا الحورية يا الغالية. قال الملك شلفة يا صاحبي يا الضبابي شوف الغدار شو مسوي وين راح وين تقبل وين بدنا نلاقيه قبل ما يهجم على حدا النوب. قال الملك شلفة يا البتار خذهم الحورية وهذا الحكيم المعاها أو خذهم حفيدك وارجعوا وإحنا بدنا نتفرق على كل الاتجاهات وندور على هذا الغدار الاسم المخرز ما راح نقف ألا نلاقي وألا نقضي عليه. انتشر بالأرض الغربية وبكل أرض الألماس موت الحورية وابو الشلال والترابي أو كل ممالك جن بيها رفعت رايات الحزن الملك غليص والخيزران والقاطعة معاهم فرسان المدار 20 أعبروا من جدار الدخان الأسود راكبين بسفينة القاطعة أو صاروا فوق أرض الجواهر أو قالب الرقطة. هذه هي المدينة الكبيرة اللي يسمونها مدينة ملوك الجواهر. قال غليص جهزوا حالكم أو يا القاطعة اخفى السفينة خلونا ننزل عليهم من بين الغيوم ما راح نخلي ولا ملك ولا حاكم بأرض الجواهر من أهل الشر. قال أبو غضب البحر يا الملك غليص أنت وعدتني الاسم بلطة ما حدا يذبح غيري ما حدا يذبح غيري ما حدا يذبح غيري.
وأخواني وأصدقاء الكرام، الشخصيات والأسماء الموجودة بقصة غليص ابن جنية ما تمثل أي شخصية أو اسم أم مجتمعنا الكريم. ولكم تحيات أخوكم موسى المردود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.